الكره اللي بيستحوذ عليها من فريق المقاولون، وقطه تتلعب اماميا، انفراد، محاوله هدف اول، جول، هدف اول مبكر مع الدقيقه الرابعه، وكان فريق المقاولون العرب على موعد في اللقاءات الاخيره مع تسجيل الاهداف المبكره. هدف مبكر عن طريق اللاعب جون اوكلي، يتقدم النيجيري بهدف مع الدقيقه الرابعه من احداث المباراه بكره لعبت روعه من تمريره عبد الرحمن خالد جبنه، انطلق وتقدم من خلف المدافع الايمن محمد رضا، اسكنها في الشباك، يتقدم لفريق المقاولون العرب. لحظه خروج الحارس محمد فوزي، الامور خدمته الضومد الجبري، ومن الامام بيتواجد ايمانويل ديفيد، كره عاليه لعمر، تعادل سريعا، عوده عمر بسام براسيه بخطا من الدفاع وبسوء تمركز من حارس المرمى محمود ابو السعود، عوده حرس الحدود عن طريق المهاجم عمر بسام مع الدقيقه ال 14 من احداث اللقاء. الكره اتلعبت، محمد رضا ارسلها داخل منطقه الجزاء، تفوق على امير عابد رغم المزاحمه، رغم المضايقه، رغم المطارده، الها لم تفلح امام المهاجم صاحب الطول الفارع عمر بسام، وبراسيه لحظه ما كان متقدم محمود ابو سعود. لمشاهده اللقطه، وشايا امامنا، ايده بره جسمه، كبرت محيط الجسم، يبقى معنا ان في ركله جزاء هتحتسب لصالح فريق حرس الحدود. هي ركله جزاء، ركله جزاء بالفعل زي ما شاهدنا وتابعنا في لقطه الاعاده مع الدقيقه 28. صدر القرار من محمد عادل بعد مشوره ثنائي تقنيه الفيديو ابراهيم نور الدين وشاب راشد، فجاء الفرمان واحتساب ركله جزاء لصالح فريق حرس الحدود على جوزيف اوشايا. مع الدقيقة 29 المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء مصطفى جمال على التنفيذ، لكن ادي امامنا يسجل مصطفى زيكو هدف ثاني لفريق حرس الحدود وليس مصطفى جمال. ركلة جزاء وحصوله على بطاقة صفراء، يتسبب في ركلة جزاء ويحصل على بطاقة صفراء. هل من عودة لفريق المقاولون العرب؟ سنتابع من سيسدد ركلة الجزاء، من ينجح في إدراك التعادل وإعادة المباراة إلى نقطة البداية من جديد. أوشايا في مواجهة مع حارس المرمى محمد فوزي. محمد عادل مع نهاية الشوط الأول ألغى هدف، بداية تسلل في الكرة اللي كان سجلها محمد سالم. أوشايا والتاني ركلات الجزاء اللي بتحتسب في هذه المباراة في الشوط الأول، وعلى هذا المرمى في شباك ابو السعود استطاع مصطفى زيكو ان يسجل ثاني اهداف حرس الحدود. هل يفعلها اوشايا ويدرك التعادل مع الدقيقه 56 من احداث المباراه؟ اوشايا وفوزي، حماد فوزي لم ينجح، اوشايا هو اللي نجح وسجل ورجح كفه ذئاب الجبل بهدف التعادل مع الدقيقه 56. الاوغندي جوزيف أوشايا القدم اليسرى تعرفت على الزاوية اليمنى رغم محاولة محمد فوزي في الذهاب في الوصول في التصدي، ولكن الكرة كانت أسرع، الكرة كانت أقوى رغم محاولة العرب. صعب أن نتكهن ونتوقع بالنتيجة اللي حتنتهي عليها أحداث المباراة. تعادل 2-2، كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، عمر سافيولا، مش ممكن، الله يا عمر، الله يا عمر، من أين لك هذا يا عمر؟ يأتي بأحلى خبر، عمر يسجل هدف يسوى مليون دولار.
الله، هدف حلو، هدف جميل، هدف يفتح النفس لمتابعة اللقاء من جديد. الله الله الله، رايحة في المكان الصعب أن تصل إليه يا محمد يا فوزي. في الزاوية اليمنى هدف ثالث مع الدقيقة 68، هدف رائع عن طريق البديل، البديل مع نزول البديل.